السيسي يدعو لاستمرار التكاتف في مواجهة كورونا ويحذر من محاولات التشكيك في جهود الدولة. روسيا تسجل قفزة قياسية حادة في حصيلة الوفيات جراء كورونا. الصين تلوح بالرد العسكري على أي مساع تستهدف سيادتها على تايوان. عشرة صباحا التاسعة بتوقيت غرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا، أحمي أهلك أحمي بلدك. قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أعداء الوطن من المتربصين يحاولون التشكيك فيما تقوم به الدولة من جهد وإنجاز في مواجهة فيروس كورونا. وفي تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال السيسي إن الدولة تواجه وباء كورونا بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف. وعبر الرئيس السيسي عن ثقته في قدرة الشعب المصري على التصدي لحملات التشكيك في تلك الجهود، مشيرا إلى ضرورة استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات. استعرض رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد حول عدد من الإجراءات المتبعة من جانب الوزارة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا. وأشاد مدبولي بإطلاق تطبيق صحة مصر كخطوة مهمة للوصول للمواطن وتطوير قنوات الاتصال معه للحفاظ على صحته، كما أشاد بتجربة توفير الأدوية للحالات التي ستخضع للعلاج المنزلي من فيروس كورونا والحرص على توصيلها للمنازل. شهدت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في روسيا قفزة قياسية وغير مسبوقة بتسجيل السلطات الصحية أكثر من 230 وفاة جديدة جراء الوباء خلال الساعات 24 الماضية. ورصدت السلطات الصحية الروسية 8572 إصابة جديدة بكورونا، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع إحصاءات اليومين الماضيين. قال ثالث أكبر زعيم بالحزب الشيوعي الحاكم إن الصين ستستخدم كل الوسائل لمنع المساعي الرامية إلى فصل تايوان عن الصين، مشيرا إلى أن العمل العسكري ضد الجزيرة سيكون الملاذ الأخير. وقال لي تشانشو وهو أيضا رئيس البرلمان الصيني أن بكين لن تسمح أبدا لأي قوة بأي شكل من الأشكال لفصل تايوان عن الصين، سواء اضطرت إلى استخدام الطرق السلمية أو حتى العسكرية. قالت الشرطة الأمريكية إن 7 أشخاص أصيبوا بالرصاص، أحدهم على الأقل في حالة حرجة، بعد احتجاجات في لويفيل بولاية كنتاكي على مقتل امرأة سوداء تدعى بريونا تايلر بالرصاص في شقتها في مارس. يأتي هذا فيما تحولت الاحتجاجات في مدينة مينيوبوليس التابعة لولاية مينيسوتا الأمريكية إلى أعمال عنف، واشتعلت النيران في أنحاء المدينة وفي مركز الشرطة، وذلك على خلفية مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية على يد شرطي. وعلى خلفية هذه الأحداث قرر حاكم مينيسوتا إشراك الحرس الشرطي الوطني لحفظ الأمن في الولاية على خلفية الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. هذا وخرجت تظاهرات غاضبة في ولايات أخرى، حيث خرج آلاف الأمريكيين في مدينة دنفر بولاية كولورادو احتجاجا على قتل فلويد. وضع موقع تويتر إشارة تمجيد للعنف على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أحداث مينيابوليس. من جانب آخر وصف موقع تويتر
إعلان ترامب بشأن شركات الإنترنت بأنه يخالف القانون الأساسي فيما يخص الدفاع عن الابتكار الأمريكي وحرية التعبير، واعتبر أن أي محاولات أحادية لتقويض القانون تهدد مستقبل حرية التعبير على الإنترنت وحرية الإنترنت على حد تعبير بيان لتويتر. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 14 جنديا وإصابة 3 آخرين بهجوم في ولاية بكتية، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم والذي يعد الأول بعد هدنة عيد الفطر. نهاية الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم سالمين.